كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا اهدي بس يا بنتي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين. هايجي حبيبتي وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعد. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده، يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا 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 نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه هو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لا روسك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وسحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين يا حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعم التربيه الصراحه، عشان كده حبسوني انا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا، ويقولوا لي نجيبك ارضي. انا يتقال لي نجيبك ارضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، انا همشيهم لك. الدكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجاله؟ انا رجعت مسكت الشركه تاني مع بنتي هايدي. قلت لها ازاي هايدي ساده الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات واولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. إحنا هنصرفهم. وحنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضاج يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح،
والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر ياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض الأربع شهور ويقدم استقالته، وأعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. أنا معاك أبو طالب بيه. وأنا معاك أبو طالب بيه. كلنا معاك أبو طالب بيه. عيش عيش أبو طالب بيه. عيش عيش أبو طالب بيه. عيش عيش أبو طالب بيه. شكرين يا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وسمي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضه. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن سجن؟ لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اخت. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا اللي بتسال. ما تزغرطي يا امه، زغرطي يا امه. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هيمو فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولوش ان انا هنا. فريره يا فريرة. لا هو لسه هيما ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطه، يومك شبهك يا حلوه. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم. الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعده ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح نصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريم اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا سوكا ولا ايه؟ مكتبنا افتح العربيه يا جدع. امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع. ميد في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه؟ سيبيه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامه كوريا. ليكي وحش انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي، مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الراميه السودا دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس، امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداكي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها لابسها، هتروح فين؟ اهي شفتي؟ يا حبيبتي مالك؟ مش عارفه اصل انا مضايقه شويه، حاسه ان هايدي قاعده بتعاملني بطريقه رخمه اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عماله تقول عليكي انك زي اختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه. انت عارفه شركتها واقفه والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجه دي، اصل الطريقه بتاعتها بقت مستفزه جدا. معلش
استحمليها بس شوية الفترة دي، على الأقل لحد ما الأزمة تعدي ونشوف هتعمل إيه في الشركة. نادر، أنا عاوز أقول لك على حاجة. قولي. في واحدة صاحبتي اشترت أوضة نوم فرنساوي من تركيا تحفة، وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. أوكي، مفيش أي مشكلة. وأنا اليومين جايين دول هنزل أشتري الهدوم بتاعت شهر العسل. عادي جدا.